السلام عليكم. الكويت مباحثات مثمرة جرت مؤخرا لإنهاء الأزمة الخليجية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمود الصباح أن مباحثات مثمرة جرت مؤخرا تهدف إلى إنهاء الأزمة الخليجية. وقال الصباح إن المباحثات جاءت بوساطة كويتية وأمريكية، كان آخرها زيارة قام بها جاريد كوشنر إلى قطر والسعودية. وأضاف أن كل الأطراف التي شاركت في مباحثات المصالحة أعربت عن حرصها على استقرار الخليجي، وهذه المرة الأولى التي تصدر فيها الكويت بيانا رسميا حول جهودها بالصلح بين أطراف المتخاصمة، إذ لم تعلق رسميا على جهود الأمير الراحل صباح الأحمد في توحيد البيت الخليجي. وصباح الجمعة قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة متفائلة بحل الأزمة الخليجية قريبا. وأوضح آل ثاني في تصريحات صحفية أن أي حل للأزمة الخليجية لابد أن يكون حلا شاملا يحفظ وحدة الخليج. وتابع: متفائلون بحل الأزمة الخليجية، ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد. يذكر أن زيارة كوشنر جاءت في أعقاب تقارير صحفية أكدت قرب توصل الرياض والدوحة إلى اتفاق ينهي القطيعة التي دامت أكثر من 3 سنوات. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.